هذه الزيارة هي نقطة انطلاق لمزيد من العلاقات بين البلدين. النهاردة بلقائنا ده والاتفاق على ان احنا نعقد اللجنة المشتركة خلال العام القادم 2019 حتى يتم صياغة الموضوعات اللي احنا هيتم التعاون بين البلدين فيها. تكلمنا عن التعاون في التعليم والتعاون في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الصناعية اللي ممكن نعملها بين البلدين، وتكلمنا في الموضوعات الخاصة بالمشاكل الموجودة في المنطقة. في توافق كبير جدا على ان احنا الاستقرار والامن في منطقه المتوسط وفي الدول اللي هي بتشهد مشاكل مهم جدا جدا ان هذه الدول تستقر وتعود مره اخرى.